ونستكمل النقاش حول أنماط التعليم الجامعي وكيف ساهمت في خدمة العملية التعليمية وتلبية متطلبات سوق العمل. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور حسن شحاتة، أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور حسن. وفي البداية، هل الأنماط الآن الخاصة بالتعليم الجامعي كافية وتلبي احتياجات الطلاب الآن في مصر؟ شكرا أستاذ هشام. أنا سعيد جدا أن بشهد نقلة نوعية بالتعليم الجامعي بضوء استراتيجية تطوير التعليم الجامعي وبضوء اللي هو تجمعات تخالف وتنمية، بأن الجامعات بتخدم المصانع وتخدم عليها والشركات، والجامعات هنا يعني في عندنا لأول مرة في مصر بنجد الجامعات الأهلية جامعات دولية على أرض مصرية بتقدم خدمة تعليمية عالمية فيها تخصصات متنوعة وكلها مرتبطة بالتقنيات الحديثة ومرتبطة بسوق العمل المتغيرة ومرتبطة بالجامعات العالمية. عندنا الجامعات التكنولوجية وعندنا الجامعات الخاصة وعندنا الجامعات الحكومية 27 جامعة فيها برامج متميزة بترتبط بسوق العمل المتغيرة. عندنا روافد للجامعات الأجنبية والدولية في العواصم الجديدة في العالمين وفي العاصمة الإدارية وفي المنصورة وفي المدن الجديدة. ده كله بيعتبر في ضوء توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضوء وضع التعليم المصري في إطار المنافسة العالمية وصناعة متعلم جديد للجمهورية الجديدة، إنسان جديد يفكر ويفسر، يحترم ثقافات الشعوب، يتقبل الآخر، قادر على التعاون والمشاركة المجتمعية. ذلك بتأدي الجامعات الجديدة مع الجامعات الحكومية خدمة تعليمية راقية. يمكن أنا يعني لا أتجاوز عندما أقول إنها أصبحت سياحة تعليمية. هذه السياحة التعليمية بتجذب الطلاب من الخليج العربي ومن آسيا ومن أفريقيا، باعتبار أن مصر دولة جاذبة للتعليم وأن التعليم فيها متقدم وفيها تنوع في التعليم على مستوى العالم كله. يمكن اللي عايز يربي ابنه في أعظم جامعات العالم وأقدم جامعات العالم بيجد روافد منها موجودة في الجامعات المصرية، الجامعات الجديدة وروافد الجامعات الجديدة. سنتحدث بالتأكيد عن النقطة المتعلقة باستهداف طلاب غير مصريين في الجامعات المصرية والجامعات الموجودة على أرض مصر، ولكن يعني في المداخلة السابقة تحدثنا بشكل تفصيلي عن الجامعات الأهلية. نريد أيضا أن نتحدث عن الجامعات التكنولوجية والميزة التنافسية للجامعات التكنولوجية والفارق بينها وبين أنماط الجامعات المختلفة، سواء الجامعات الحكومية أو الخاصة أو المعاهد. ما الذي يميز الجامعات التكنولوجية أستاذ أو دكتور حسن؟ وطبعا زي ما قالت الأستاذة لبيت حتى أن في تواصل بين التعليم، المدارس التطبيقية الفنية اللي أنشأها رجال الأعمال واللي هي بترتبط بالمصانع والشركات في مصر أصبح الآن ملهاش سعر. الطالب إما يتخرج إلى سوق العمل وإما يلتحق بهذه الجامعات التكنولوجية. الحقيقة أن الجامعات التكنولوجية في تعاقدات بين مصر وبين الدول المتقدمة صناعيا. هذه الدول المتقدمة صناعيا ادتنا نوع من المعايير والمؤشرات اللي بيتم تضوءها بناء الجدارات التعليمية وبناء المهارات التعليمية اللازمة لخريجي هذه المدارس، بحيث انه يعني يرتبطوا بسوق العمل المتغيرة وبحيث انها توفر عمالة ماهرة بسوق العمل، سواء كان في الجانب الصناعي او الفندقي او الزراعي او التجاري اي نوع من. بس طبعا التركيز واضح على الجانب الصناعي باعتبار النهضة الصناعية اللي برضو مصر مقبلة عليها في ضوء الشراكة مع معظم الدول المتقدمة صناعيا. ده كله يعني لما تجد كتك مجموعة من الأسطوار اللي هم عندهم خبرة عملية ميدانية في المجال الصناعي بيقوموا بالتدريس وبيقوموا بالتعليم في هذه الجامعات، فبنجمع بين الخبرات الميدانية العملية وبين الأفكار والخبرات
او المهارات الاكاديميه العالميه، فده كله بيلتقي في صيغ جديده. هذه الصيغ بتجد يعني قدره على انها تشكل متعلم قادر على انه يلتزم بسوق العمل قبل التخرج، قبل ما يتخرج بيتم التعاقدات معاهم، لانهم بيتقنوا هذه المهارات وهذه الجدارات والقدرات اللي تسمح لهم بانهم يلتحقوا. طيب دكتور حسن، اذا تحدثنا عن حجم الاقبال على الجامعات التكنولوجيه، لدينا اكثر من 10 جامعات في مختلف الاماكن في مصر، ما هو حجم الاقبال على الالتحاق بالجامعات التكنولوجيه؟ هو طبعا جايز الاعلام ليه دور واضح في تحويل مسار اولياء الامور او نشر الوعي بهذه الجامعات، ففي اقبال واضح على هذه الجامعات غير الجامعات الأهلية أو الجامعات الخاصة أو الجامعات الدولية أو الجامعات الأوروبية، الجامعات الأجنبية. بيتم أولا لأن تكلفها بتكون أقل، ثانيا بيكون مجال التدريب أثناء العمل وأخذ أجر أثناء العمل في بعض الشركات والمصانع، والجانب الأكاديمي في الجامعة والجانب التطبيقي في المؤسسات الخاصة في رجال الأعمال الشرفاء، ده بيوفر متخرج جديد قادر على انه يمتلك التقنيات الحديثه، قادر على انه يلتحق بسوق العمل، قادر على انه ينضم بسرعه الى بما لديه من مهاره، لان بيتخرج عمال مهاره قادرين على ان هم يتعاملوا مع سوق العمل في المجال التقني والمجال الصناعي. إذا تحدثنا عن الخطة المقبلة فيما يتعلق بالجامعات التكنولوجية، هل سيكون هنالك توسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية دكتور حسن؟ وحسب توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لابد من انتشار هذه الجامعات عن طريق إنشاء جامعات جديدة في المجتمعات العمرانية الجديدة، بس أنا يعني أسمح لي أن أنا أقول أن لابد من دخول القطاع الخاص ودخول رأس المال لرجال الأعمال، لأن هم ينشئوا ويشاركوا في إنشاء هذه الجامعات بحيث أنها يكون العائد بتاعها عمال مهرة يلتحقون به ليس بسوق العمل، ولكن يلتحقون بالشركات والمؤسسات الإنتاجية التي يأخذها رجال الأعمال الشرفاء. فهنا وجود يعني الـ هو الخبرة الخاصة في الخبرة الحكومية أو الخاصة بالدولة، وايضا مشاركه رجال الاعمال هيؤدي الى سرعه التوسع، خاصه ان في اقبال شديد جدا على هذه الجامعات التكنولوجيه، وان اولياء الامور بيجدوا ان في ربط بين التعليم وبين العمل. فطبعا دي حاجه مهمه جدا، لان ليس من المعقول ان الطالب بيتعلم في الجامعه ثم يشكل بطاله مقنعه، وده موجود في الجامعات والكليات النظرية. يعني دكتور حسن، حضرتك بتقترح انه يكون في جامعات تكنولوجية خاصة؟ طبعا يعني حضرتك، انا بشجع الرئيس ان رجال الاعمال لابد ان يكونوا ليهم مشاركة ايجابية ومشاركة عملية، بان هم بيقدموا التقنيات الحديثة، بان هم ينشئوا الجامعات، بانهم يستخدموا الاساتذة من الخارج للتدريس فيها، بانهم الماشينز والالات اللازمة للتدريب الميداني، عندهم مجال العمل الميداني، عندهم الجدارات، هم عندهم مجموعة من الجدارات والمهارات والقدرات اللازمة للتمكن من سوق العمل في المجال الصناعي. بيتم تغيير، ولكن هذا أيضا متوقف دكتور حسن على التعاون ما بين المؤسسات والمصانع والمنظمات المختلفة مع الجامعات التكنولوجية، لأنه في عملية تدريب مستمرة بتتم للطلاب في الجامعات التكنولوجية، فرجال الأعمال لهم دور في التعاون مع الجامعات التكنولوجية قبل أن حتى يتم إنشاء جامعات تكنولوجية خاصة. هو الآن في حاجة اسمها تحالف وتنمية، تحالف وتنمية، أن الجامعات التكنولوجية والجامعات المصرية أيضا بتقدم خدمة للمصانع والشركات، ففي تعاون بين رجال الأعمال والشركات كل في محافظته، كل جامعة وكل جامعة تكنولوجية في محافظتها بترتبط بالمصانع والشركات والمؤسسات الإنتاجية الخاصة بهذه المحافظة، فده نوع من يعني تنمية للبيئة داخل محافظات متعددة، وربط للتعليم
التكنولوجي والتعليم الخليجي خريجي هذه الجامعات في ان هم بيعملوا في اطار ان الجامعه بتخدم المجتمع، تخدم البيئه، تخدم المؤسسات الانتاجيه اللي هو بيسميه التحالف والتنميه. أخيرا دكتور حسن، فيما يتعلق بمعايير الجودة في الجامعات التكنولوجية، هل الطالب عندما يتخرج من الجامعات التكنولوجية هنا في مصر يكون على قدر المسؤولية ويعني مناسب للعمل في السوق الدولي وليس السوق المحلي فقط؟ هو طبعا في الهيئة القومية للجودة والاعتماد وضعت مجموعة من الجدارات التعليمية والمعايير اللي في فوقها بيتم تقييم الخريج، فالخريج من هذه الجامعات التكنولوجية بيتم ترجمة هذه الجدارات والمهارات والقدرات التي يجب أن يكتسبها، بتترجم إلى برامج إعداد، وبتترجم إلى مواد تعليمية، وبتترجم إلى تطبيقات ميدانية، وبتترجم إلى عمل ميداني داخل هذه المصانع. فالعملية عملية مقننة وعملية منضبطة وعملية يعني لم تنشأ هذه الجامعات عبثا، ولكنها انشأت في إطار الجامعات الدولية، انشأت في إطار الأهداف اللي يعني عاوز أقول إن احنا والهدف الأول من الجامعات التكنولوجية بالتأكيد هو أن يكون هنالك خريجين مناسبين لسوق العمل وكوادر تستطيع الانخراط في سوق العمل المحلي والدولي. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن شحاتة، أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، شكرا جزيلا لك.